طبعا فرنسا مش هتنام النهارده، يعني الدنيا هناك منظر يفرح. هتلاقي مش بس في الصور اللي احنا بنعرضها، هتلاقي في معظم كمان الاراضي الفرنسيه احتفالات بقى، يعني مش هيناموا. الف مبروك للفريق الفرنسي. احنا بقى عندنا هنا موضوع مهم، تقرير صندوق النقد الدولي وتوقعاته للاقتصاد المصري، ده بعد تراجع عجز الحساب الجاري لمصر لحوالي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 18-19 بدلا من 4%، دي التوقعات، ده بالإضافة إلى خفض معدل البطالة وطبعا التضخم، يعني ما بنقيس على الشهري ولكن بنقيس على الإجمالي، ونتائج إيجابية بالنسبة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي كصورة كلية. هنحاول نفهم التقرير ده بيمثل لنا ايه، والتقرير ايضا اشار الى ايه، من ضيفنا وضيفكم النهارده الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. دكتورنا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، اهلا. قريت طبعا التقرير الصندوق، وكان في اشاده لاداء الاصلاح الاقتصادي المصري في الفتره الماضية، وإن في مؤشرات على الصعيد الكلي مؤشرات أكيد إيجابية إلى حد كبير. قرايتك ليه كده في البداية، يعني لما تقول الملامح الرئيسية للتقرير؟ خلينا نقول بداية، لما صندوق النقد الدولي واحد من أهم المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم يشيد بالاقتصاد المصري وبأداء الاقتصاد المصري، ده بينعكس بعد كده بإشادة إيجابية من جانب وكالات التصنيف الائتماني، كافة المؤسسات الاقتصادية الأخرى، لأن احنا بنتكلم على أهم مؤسسة اقتصادية في العالم وهي الصندوق. الصندوق بشكل كبير جدا عن طريق المراجعة اللي بيقوم بيها من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، كل التقارير اللي ابتدى يصدرها بشكل كبير جدا كلها فيها إشادة، ويمكن ده بيرجع للتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي. لما نيجي نشوف معدلات النمو الاقتصادي اللي تخطت بشكل كبير جدا حتى توقعاتنا في وقت الأوقات، يعني احنا حتى هنلاقي في التقرير وتوقعات الصندوق اكيد كمان. يعني احنا بشكل كبير كان الصندوق بيتوقع في بداية الامر 4.4%، بعد كده احنا عدلها ل 4.8%، والنهارده حتى في التقرير بيتوقع ان احنا نصل في العام المالي 2018-2019 ل 5.5%، وده مؤشر ايجابي جدا ان احنا بنتحسن على مستوى معدلات النمو الاقتصادي. لما نيجي نشوف معدل زي معدل البطالة هنلاقي ان في تحسن كبير، احنا وصلنا ل 10.6% في الربع الاول من 2018 مقارنه ان احنا كنا وصلنا لاكثر من 13.5 فتره من الفترات. معدلات التضخم برضو حصل فيها نوع من انواع التراجع بعض الشيء، يمكن لو احنا بنشوف على مستوى الشهر يمكن حصل طبعا ارتفاع متحرك نتيجه اكيد بسبب القرار المتعلق بخفض الدعم على المحروقات. التضخم لما حصل عمليه التحرير سعر الصرف كان وصل ل 35% ما كانش في توقع انها تنزل في سنه. ما هو ده برضه كان دور البنك المركزي ازاي ان هو استخدم اليه سعر الفايده اللي رفعها تدريجيا لغايه لما ادت بشكل او باخر بجانب عوامل اخرى في تخفيض معدلات التضخم، وابتدى بعد كده البنك المركزي ان هو يخفض تدريجيا برضه من اسعار الفايده، وده برضه اللي خلينا ممكن نكون متوقعين ان ممكن البنك المركزي يرفع من اسعار الفايده مره اخرى في الفتره القادمه مع ارتفاع معدلات التضخم، لان احنا حتى لما نيجي نبص على معدل التضخم هنلاقي ان في تحرك بشكل او باخر. يعني احنا كان عندنا معدل التضخم في شهر مايو كان حوالي 11.5، وبعد كده ارتفع في الشهر الذي يليه لما يقرب من 13.8، فبشكل كبير جدا احنا متوقعين وهنلمس بشكل كبير ارتفاع في معدل التضخم دوت، اللي هيخلي ممكن البنك المركزي يستخدم اليه سعر الفايده في كاداه ان هو يخفض بيها معدلات التضخم. خلينا نرجع برضه لمؤشرات الاقتصاد الكلي. لما نيجي نبص على مؤشر مهم جدا زي حجم الاحتياطيات الاجنبيه اللي ابتدت ترتفع بشكل كبير جدا وتخطينا ال 44 مليار دولار، وده بشكل كبير جدا بيعكس ثقه المستثمرين الاجانب، بيعكس ثقه المؤسسات الاقتصاديه الدوليه في الاقتصاد
الاقتصاد المصري بشكل كبير، مقارنه طبعا احنا كنا وصلنا قبل كده في الاحتياطيات لما يقرب من 17 مليار دولار، فلما دلوقتي نتخطى 44 مليار دولار. واحنا برضه عايزين نوضح للساده المشاهدين، انا الاحتياطي دوت لما بيزيد معناها ان الاقتصاد قدر ان هو يكون هذه الاحتياطيات، معناها ان انا اقدر اغطي عدد اشهر من الواردات اكتر من 8 اشهر من الواردات و9 اشهر من الواردات، ده بشكل كبير جدا يدي ثقه بشكل كبير جدا للمستثمرين. وعاده بيبقى الاحتياطي الان بتتكلم ما بين 3 اشهر و6 اشهر، 3 اشهر و6 اشهر، فانا عندي من 8 ل 9، ده بشكل كبير جدا معدل كويس، معدل جيد جدا وبيعكس ثقه اكيد بالنسبه حتى للمستثمر الاجنبي على وجه الخصوص، لان هو يمكن بينظر لموضوع الاحتياطي ده باهميه كبيره. لما نيجي نشوف برضو التحركات اللي الدولة قامت بيها على الملف الاقتصادي، ملف الاستثمار، تعديلات كتير من القوانين الخاصة بمناخ الاستثمار، المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، كل ده بشكل كبير جدا بيصب بالإيجاب في الملف الاقتصادي. يمكن مراجعات الخاصة بالصندوق واللي يمكن كان بيشير ليها في هذا التقرير، الجزئيات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية من جانب، إصلاح دعم الطاقة، الجزئيه ايضا المتعلقه بحمايه المنافسه ومنع ممارسات الاحتكاريه، دول ثلاث اجزاء اساسيه يمكن الصندوق بشكل كبير جدا بيشير ليهم وبيؤكد على هذه الجزئيات. لما الصندوق بيتكلم على رفع توقعاته لمعدل النمو الى 5.5%، ده بيبقى بناء على ايه؟ ده بناء على قدرة الاقتصاد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، إزاي إن بشكل كبير جدا ابتدى الاقتصاد يستعيد عافيته، ابتدت مؤسسات ما كانتش بتعمل، مصانع كانت متوقفة، إزاي إن أنا قدرت أستغل الموارد اللي عندي، إزاي إن عجلة الإنتاج ابتدت تدور، وده يمكن مش جاي من فراغ، لا ده في مبادرات كتيرة جدا ابتدت الدولة تتحرك على أساسها، يعني إحنا اشتغلنا في ملف المشروعات الصغيرة المتوسطة من جانب، ابتدينا نخوض في قطاع الزراعة مشروع 1.5 مليون فدان، قطاع الصناعة ابتدينا نعمل انتهينا من قانون التراخيص الصناعية وابتدينا نفتح الملف ده بشكل كبير جدا، ابتدينا نعالج مشاكل التعثر، وده كانت المبادرة اللي اطلقها البنك المركزي، ازاي ان هو بشكل كبير جدا يقف مع المصانع المتعثرة وازاي ان هو يعالج المديونية الخاصة بيهم بحيث ان هم يرجعوا لعجلة الانتاج، ازاي ان احنا ابتدينا نعلن عن فكرة الطروحات الحكومية وان احنا بشكل كبير جدا نوسع من قاعدة الملكية بالنسبة لهذه المؤسسات، ازاي ان حتى برنامج الحكومة الجديدة اول لما اعلنوه لمجلس النواب وبشكل كبير جدا كان من اهم الجزئيات اللي هو اتكلم عليها الحكومة واكدت عليها إدارة أصول الدولة غير مستغلة، وإزاي إن يتم استغلالها بشكل كبير جدا، إزاي إن يبقى في استثمار في رأس المال البشري، كل العوامل دي اللي بشكل كبير جدا لما أجي أشوف الناتج المحلي الإجمالي لمصر أقدر إن أنا أتوقع إن هو إزاي هيتحسن وهيحصل فيه معدلات زيادة، ويمكن إحنا بشكل كبير جدا في نفس الوقت اللي بيحصل معدل نمو اقتصادي مرتفع أنا برضه ببقى بشكل كبير جدا بدور على عدالة التوزيع، لأن إحنا كنا حققنا قبل كده أكتر من 7%. أنت عايز استدامة في البرنامج بالظبط، عاوز استدامة وعاوز عدالة في التوزيع بشكل إن اللي بيحصل زيادة في معدلات النمو الاقتصادي إن كل المواطنين يستفيدوا من هذه الزيادة بشكل كبير. طب في النقطة دي بقى يا دكتور، اتفضل. لما يجي واحد زي ما بيفهمش في الاقتصاد، عفوا يا فندم، لا عفوا، هيجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك طيب انتوا قاعدين بتتكلموا، صندوق النقد الدولي بيشكر والبنك الدولي بيشكر ومؤسسات التقييم بتشكر، أكيد. وانا قاعد مضغوط ومش حاسس بالكلام ده، تمام، ترد عليا تقول لي ايه؟ ارد عليه واقول له ان احنا التحسن بيحصل في مؤشرات الاقتصاد كل دوت علشان ينتقل على مستوى الاقتصاد الجزئي، ده بشكل كبير جدا بيبقى فيه مجموعه من العوائق لازم الدوله تتغلب عليها علشان فعلا حضرتك يصل لك التحسن ده، بمعنى ان انا عندي ممارسات احتكاريه موجوده في السوق، ازاي ان الدوله تقدر ان هي تحاربها بشكل كبير جدا، ان انا عندي فساد اداري بعاني منه الدوله بتحاربه لازم تستمر في عمليه مواجهته ومكافحته بشكل كبير جدا عشان برضه التحسن دوت يصل لحضرتك، ازاي ان عندي جهاز زي جهاز حماية المستهلك ازاي ان هو يقوم بدوره بشكل كبير جدا عشان فعلا حضرتك تصل ليك هذا التحسن، كل دي خطوات الدولة بتتحرك عليها، ازاي ان انا كمان برضو عشان ما نبقاش يعني اغلقنا الامور على هذه المحاور فقط،
فكره ان انا يبقى عندي قواعد معلومات حديثه، ازاي ان انا الدعم ده اصل لمستحقيه بشكل كبير جدا، ازاي ان انا يبقى عندي خدمه مميكنه. كل دي خطوات اذا كانت الدوله فعلا بتتحرك عليها على قدم وثاق، اكيد التحسن دوت هينتقل للمواطن محدودي الدخل والفقراء، هو ده اللي هينتقل لهم هذا التحسن. لكن الفكره كلها لو الحواجز ديت ما قدرناش ان احنا نتخطاها، هيظل التحسن بس عند فئه معينه، وهي دي اللي هتجني فقط ثمار هذا الاصلاح. ولكن الدوله بتتحرك في الملفات ديت علشان التحسن يصل للجميع. علشان كده انت بتتكلم على قاعده البيانات أكيد. علشان الدعم يوصل لمستحقيه بالظبط، لان علشان في الاخر استفيد من الدعم اللي البلد بتديهولي، بدل ما انا النهارده تمام. الدوله بتدي دعم وانا بدفع اكتر في التكلفة بسبب الممارسات. دايما المواطن بيسال الحكومه، هي الحكومه عملت لي ايه؟ فالحكومه ترد على سبيل المثال تقول له انا انفقت على برامج الحمايه الاجتماعيه اكتر من 84 مليار جنيه، فيقول لهم انا ما حسيتش بال 84 دولار. فيبقى هي الاشكاليه في ايه؟ لان هي الدوله لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ديت ما عندهاش قواعد بيانات تقول لها هو مين مستحق ومين غير مستحق. صحيح. الدوله عملت برنامج زي تكافؤ القرامه، برنامج رائع جدا، لكن للاسف الشديد هتلاقي ان داخل هذه الاسر بعض الاسر غير مستحق. طبعا انت عارف بقى ان في ظل الكاس العالم وفوز فرنسا ففي دنيا مقلوبه، فاحنا يعني هنشوف كده في اطار الاحتفالات بتاعت فرنسا بالفوز ببطوله كاس العالم، هنشوف صوره من السفاره الفرنسيه بالقاهره ونسمع من مراسلتنا ميرنا عادل عن الجديد هناك. ميرنا احنا معاك، يدينا كده النبذة عن الروح اللي موجودة حوالين سفارة فرنسا دلوقتي في القاهرة. بالفعل يعني نتواجد الآن من داخل المركز الثقافي الفرنسي، وهناك أجواء احتفالية للغاية بعد الفوز المحقق الذي حققته بالطبع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018 برباعية نظيفة مقابل هدفين. الأجواء هنا احتفالية للغاية، الجميع يحمل الأعلام الفرنسية، وأجواء احتفالية، أجواء سعيدة يعني بعد أن حصلت دولة فرنسا على هذا اللقب للمرة الثانية لها في تاريخها بعد أن حصلت عليه المرة الأولى عام 1998. ولمزيد حول هذه الأجواء ينضم إلينا على الهواء معالي السفير ستيفان روميه، وهو سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة. A commencer félicitations à vous Jean-Jay et comment vous sentez vous le répondez à la Coupe du monde? C'est un moment de très grand bonheur pour toute la France, pour tous les amoureux de football. Ici au Caire, à l'Institut français, où nous avons vécu ce match avec intensité, où les Égyptiens sont venus très nombreux pour soutenir la France. Et donc voilà, ce soir, le seul mot qui nous vient à la bouche, c'est bonheur, fierté, vive la France, vive l'équipe de France et vive le football. سيادة السفير أعرب عن سعادته البالغة لوجوده هنا وهو يتابع أجواء المباراة في مصر في هذا المكان مع أبناء الجالية الفرنسية أيضا مع المصريين، سعيد جدا بالطبع للفوز للفريق الفرنسي ويتمنى الفوز بالطبع في المستقبل، ويعني هذه هي كرة القدم دائما ما تسعد الفريق الفرنسي وتسعد المنتخب الفرنسي. كيتيل أوم دو ماتش؟ L'homme du match, c'est l'équipe de France. C'est ce parcours exceptionnel qui a été le sien depuis des années et des années. Et puis cette Coupe du Monde depuis un mois, remarquablement organisée par la Russie. Et cette équipe qui a franchi toutes les étapes pour aller jusqu'à la finale et qui a gagné la finale. Et donc l'homme de match, c'est toute l'équipe et c'est évidemment le sélectionneur. Et je crois qu'il faut rendre hommage à la cohésion de cette équipe qui a su garder son caractère tout au long de cette compétition. Bravo l'équipe de France. سألته للتو من كان رجل المباراة وقد أعرب لي أن رجل المباراة كان هو الفريق بالكامل الذي لعب بروح واحدة وعلى قلب رجل واحد، الجميع كان يتعاون للحصول على اللقب، هناك كان تعاون مستمر ما بين جميع أفراد الفريق للخروج بهذا الشكل المشرف وهذه النتيجة الرائعة، وبالطبع الجميع هنا فخور بهم وفخور بما قدموه وباللعبة الجيدة التي قاموا بها. Un but. Attendez-vous ces excellents résultats? Cette Coupe du Monde, nous l'attendions. Ça faisait effectivement 4 années, 20 ans en réalité que nous l'attendions depuis la dernière victoire en 1998. Victoire en 1998, victoire en 2018. La France retrouve la Coupe du Monde. Et donc c'est un moment évidemment de joie intense pour tout le peuple français et aussi pour tous les Français d'Égypte et pour tous les amis égyptiens de la France.
سألته لتو عن النتيجة، يعني 4 أهداف مقابل هدفين، هل كانوا يتوقعون هذا الهدف؟ هذه النتيجة، وقد أعرب لي أن هذه هي النتيجة المتوقعة من قبل الفريق الفرنسي. هم كانوا ينتظرون منهم فوزا ساحقا، فطوال اللاعب المونديال كانوا على المستوى المطلوب وأدوا بالشكل المطلوب، لذلك فهم يتوقعون منهم الفوز في بهذا الشكل المشرف. وهكذا يعني كان هذا لقاءنا. ميرسي بوكو مسيو فيتي افك ميرسي. وكان هذا لقاءنا مع السيد السفير ستيفان روماتي الذي اعرب عن سعادته البالغه لفوز فريقه الفريق الفرنسي بهذه الرباعيه الصحيحه وفوزه باللقب للمونديال روسيا عام 2018 المره الثانيه بعد ان فاز عام 1998 على ارضه. وبذلك اعود اليك مره اخرى في الاستوديو. طيب ميرنا، هل في برنامج احتفالي هينظمه او هتنظمه السفاره الفرنساوي احتفالا بالفوز بكاس العالم؟ طيب واضح انها مش سمعاني. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه ميرنا عادل مراسله اون لايف. بشكرك شكرا جزيلا. طبعا جو احتفالي رائع ساعدنا بيه وساعدنا بالتمتع بكاس العالم في الفترة الماضية. نرجع لموضوعنا دكتور علي الإدريسي. لما بنتكلم على، يعني حضرتك أوضحت لي موضوع برامج الحماية الاجتماعية، وهنا ده يدخلنا في بعض الأمور اللي تناولها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، وهو موضوع جهاز حماية المنافسة. بالضبط. وإنه جهاز حماية المنافسة ينتهي العمل على تبعيته لرئيس الوزراء مباشرة ويبقى له استقلالية، والاهتمام بالجزئيات دي قرايتك ليها إيه؟ خلينا نقول ان بشكل كبير جدا لما انا بتعامل في نظام رأسمالي وبتعامل في ظل المنافسة لازم يبقى في دور للدولة ازاي ان هي تراقب على السوق وان فعلا تفعل المنافسة دي بشكل كبير. وجود الاحتكارات هو دوت اللي بيدمر بشكل كبير جدا فكرة المنافسة، هو دوت اللي بيخلي بشكل كبير السوق يكون في وضع ممكن يكون بيؤثر بخلل كبير، بيخلي كتير من التجار يبقى بيعظم من هامش ربحه، بيخلي ان المستهلك ما بيبقاش مستفيد غير بسلعة ممكن يكون مرتفعة في السعر بشكل كبير جدا تكون جودتها منخفضة. احنا بنتكلم على سوق احتكار، ازاي ان دور الجهاز دوت يقدر ان هو يحارب هذه الممارسات الاحتكارية. وخلينا برضو نقول ان يمكن سيادة الرئيس في اجتماعه مع الحكومة يمكن من 4 أيام كان بيؤكد على ازاي ان الدولة والحكومة بشكل كبير جدا تقدر ان هي تواجه الاحتكارات اللي موجودة في السوق والممارسات الاحتكارية اللي بتضر بيه المواطن المصري واللي بتؤثر بشكل كبير جدا على الأداء الاقتصادي. خلينا نقول كمان ان فكرة محاربة الممارسات الاحتكارية هو ده اللي هيقدر يجذب لي استثمارات أجنبية. المستثمر الأجنبي مش هيقدر ان هو يخش يستثمر في اقتصاد وعايز سوق عادل. بالظبط، هو عاوز منافسة عادلة يقدر ان هو يدخل فيها، لكن ان يبقى فيه احتكارات في كافة السلع او كافة الخدمات ده اللي بشكل كبير جدا هيخلي المستثمر الأجنبي يتراجع عن زيادة استثماراته او ان هو حتى يبدأ بالاستثمار في اقتصاد المصري. عشان كده دايما هتلاقي حضرتك ان الصندوق في التقرير كان بيؤكد على جزئية الممارسات الاحتكارية، ازاي ان الدولة تقدر ان هي تحاربها بشكل كبير، ازاي ان يبقى في منافسة عادلة. يمكن الفترة اللي فاتت للأسف الشديد ما زلنا بنعاني من عديد من الممارسات الاحتكارية، وهو دوت اللي يرجع لدور الجهاز دوت دور اكبر في هذه الفترة. خلينا نقول برضو على حاجة، دور ليه مصداقية. وده برضو خلينا برضو نأكد على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ان لازم يبقى فيه بشكل كبير جدا شفافية. لازم تعرفنا انا كمواطن هو ايه الخطوات اللي حضرتك عملتها، ايه الاداء اللي انت بذلته، ايه المعوقات اللي بتواجه عملك، ايه الدعم اللي الدولة محتاج ان الدولة تقدمه لك علشان تقدم اداء افضل، ايه القضايا الشائكة اللي انت بتعملها في الوقت الحالي. يعني على سبيل المثال خلينا ناخد جهاز زي جهاز حماية المستهلك. على سبيل المثال جهاز حماية المستهلك عدل من القانون الخاص بيه، ابتدى يبقى فيه ضبطية قضائية بالنسبة لي كثير من موظفينه، ابتدى بشكل كبير جدا يبقى فيه تحرك في عديد من الملفات وبيعلنها جهاز حماية المستهلك، يقول في ملف كذا، في قضية كذا، أعلننا كذا، الإعلانات الغير مضللة وخلافها من الملفات دي. جهاز حماية المنافسة مع احترامي وتقديري ليه
لكن انا كمواطن لا، انا محتاج ان انا يبقى عندي اطلاع بشكل كبير جدا عن دورك وعن الخطوات اللي حضرتك اتخذتها، يمكن علشان برضه ما بقاش بظلمهم. هم الحاجه الوحيده اللي اتكلموا عنها الفتره الماضيه هو كانت اذاعه مباريات كاس العالم على التلفزيون الارضي، ومع احترامي يمكن احنا بعد كده عرفنا ان الموضوع لا يعني شكرا. جاي من عند الفيفا اساسا، احنا ما بذلناش فيه جهد كبير. فهي الفكره كلها لا، انا محتاج في ظل الظروف ديت وفي ظل الوضع الاقتصادي والتحديات اللي احنا بنقابلها، وكتير من المواطنين اللي يمكن الرئيس والحكومه في كتير من تصريحاتهم بيأكدوا ان محدود الدخل والفقراء تحملوا كثير، وان الفتره الجايه هي جني الثمار، هو بشكل كبير جدا احنا ما عندناش رفاهيه وقت. احنا حتى لما اتكلمنا على ملف الاستثمار عملنا المجلس الاعلى للاستثمار بقى رئيس رئيس الجمهوريه، لما تلاقي حضرتك رؤساء الشركات الاجنبيه اللي بيجتمع بيهم رئيس الجمهوريه، شركه ايني لما بتقعد رئيس الجمهوريه هو اللي بيجتمع معاهم. فالفكره كلها لا، انا مش ما عنديش استعداد ان يبقى في جهاز ممكن يكون ليه دور والدور دوت ما بيقومش بيه على اكمل وجه. انا مش بظلمهم، لكن انا محتاج ان يرد عليا من الجهاز ويقول لي لا احنا عملنا واحد واثنين وثلاثه واربعه وعندي معوقات عشان يعني الدوله تساعد. يعني في الاخر جهاز ذات استقلاليه بالظبط وذات مصداقيه اكيد، وده مش بس الجهاز ده لا، وجهاز حمايه المستهلك لان الاثنين في الملف الاقتصادي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. عايزك تشرح لي يعني ايه تراجع عجز الحساب الجاري، ده من ضمن الانجازات اللي حصلت في الفتره الماضيه، هنتكلم عليها مع ضيفنا وضيفكم الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، فخليكم في اسواق. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ضيفنا وضيفكم الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي بيكلمنا عن التقرير اللي صدر من صندوق النقد الدولي الخاص بالاقتصاد المصري والتقدم اللي حدث في الفتره الاخيره للاقتصاد وتطور عمليه الاصلاح الاقتصادي. برحب بحضرتك مره تانية. اهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المشاهدين. قول لي يعني ايه تراجع عجز الحساب الجاري؟ الفكرة كلها ان هو يعني بيكون الحساب الجاري معاملات الجارية هو ده بشكل كبير جدا بيبقى متناول صافي ايرادات خاصة بالاستثمار، خاصة بتصدير سلعة معينة، تصدير خدمة زي السياحة على سبيل المثال، ده بشكل كبير تحويلات المصريين من الخارج. هو دوت ازاي ان انا بشكل كبير جدا لما باجي ابص على السلع او الخدمات ديت او ببص على تحويلات المصريين من الخارج او الاستثمار على سبيل المثال، الاربع جوانب دوت ازاي ان انا اشوف ان في تحرك حصل بالايجاب او بالسلب، واقدر ان انا اقيم بعد كده التعديل اللي حصل سواء بقى عجز او فائض ايا كان الوضع اللي احنا بنتكلم عليه على ميزان المعاملات الجاريه. خلينا نقول ان بشكل كبير جدا يمكن كان الصندوق بيؤكد عندي مصروف وعندي ايراد، عندي مصروف وعندي ايراد، فبشكل كبير التحسن حصل عن طريق التحويلات المصريه من الخارج اللي ابتدت تتحسن نسبيا عن الفتره الماضيه. هنشوف الاستثمار وعمليات التخارج اللي احنا كنا بنعاني منها الفتره من الفترات ابتدت نسبيا هذه العمليات تتراجع بشكل كبير جدا، وبقى حصل ثقه في الاقتصاد المصري. وخلينا برضه في الجزئيه دي بتاعت الاستثمار الاجنبي، يمكن احنا كنا متوقعين بالنسبه للاستثمار الاجنبي المباشر ان احنا نصل لما يقرب من 10 مليار دولار، احنا حققنا بالفعل حوالي 8 مليار دولار. محتاجين جهود اكبر الفتره الجايه علشان نجذب حجم استثمارات اجنبيه مباشره بشكل كبير. وهخلينا نربطها بالجزء اللي احنا كنا اتكلمنا فيه قبل الفاصل، فكره المنافسه والممارسات الاحتكاريه دي ممكن تكون واحده من العوامل اللي بشكل كبير جدا بتعوق حجم استثمارات اجنبيه مباشره ان احنا نقدر نجذبها في ظل الجهود اللي الدوله بتقوم بيها الفتره اللي فاتت، سواء على مستوى قوانين وتشريعات او حتى على ازاي ان انا بقى عندي سعر صرف موحد وغيرها من الجهود اللي احنا قمنا بيها على الملف الاقتصادي. لكن في النهايه فكره ان الصندوق يشير ويشيد بهذه الجزئيه اكيد ده شهاده جيده بالنسبه لاقتصاد مصر. فلما يتراجع عجز الحساب الجاري لاقل من 3% ده شيء ايجابي طبعا وشيء جيد. كان كام بقى كام؟ كان اقل من يعني احنا بنتكلم ان هو كان في بدايه الامر رقم كان احنا بنتكلم على عجز كان بشكل كبير اكبر من كده، يمكن كان تخطى حوالي الخمسه، لكن دلوقتي ان هو يصل لثلاثه ده بشكل كبير جدا. في مده زمنيه قد ايه؟ احنا بنتكلم في ربع، هو يمكن بيتكلم على كوارتر بيتكلم على ربع فده يعد انجاز طبعا بشكل كبير جدا وتحرك ايجابي. وعلى فكره خلينا برضه ان احنا ناخد من الجزئيه ديت للتوقع اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه الحلقه اللي هو معدل النمو الاقتصادي، يعني احنا الفكره كلها ان احنا بننسب هذا المعدل للناتج المحلي الاجمالي، فاحنا لما نرجع حتى للجزء الاكبر
اللي هو معدلات النمو الاقتصادي، ده بشكل كبير جدا يؤكد ان المسار الخاص بالاقتصاد الكلي بيسير بخطى جيده. لو ما ركزناش في الصورة الكلية وفي الإنجازات دي وركزنا في الحاجات التفاصيل الصغيرة، هل البلد هتجري؟ البلد هتجري إن شاء الله، بس احنا في نقطة بس لازم نبقى كلنا هتجري لو ما عملناش الإصلاحات دي. لو ما عملناش الإصلاحات، لا طبعا، من غير إصلاحات إزاي؟ يعني بمعنى، خلينا نبسط للساده المشاهدين، واحد عنده عربية عطلانة، إزاي من غير ما تصلح هي العربية هتجري؟ هي الفكرة كلها أنا لازم أعمل إصلاحات على العربية ديت عشان تقدر إن هي تتحرك، لكن العربية دي لو فيها مشكلة أكيد هتفضل واقفة مكانها. اللي بدأ عملية الإصلاح ولقى إن الفاتورة عالية قوي فقرر إن هو يقف. حصل فيه إيه؟ هيفضل واقف بعد كده، وبالعكس التكلفة. لا، الدول اللي بدأت عملية إصلاح وما كملتش. لا، ما هي بص، هقول لحضرتك على حاجة، يمكن حتى الصندوق بشكل كبير جدا، حتى في كتير من التقارير وحتى التقارير الأخيرة، دايما هيبقى بيشيد بان الحكومة المصرية والدولة المصرية ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي. هو دوت اللي يخلي بعد كده في ثقة من كافة الدول، كافة المستثمرين، ازاي ان يبقى في تعاون اقتصادي وتبادل تجاري ما بيننا وما بين الدول، ازاي ان افتح اسواق. لكن فكرة ان انا عامل برنامج اصلاح اقتصادي المفروض ان هو ينتهي في منتصف عام 2019، ان انا اجي في 2018 اقول لا والله انا هقف عند النقطة ديت، يبقى انا خسرت اللي فات وخسرت اللي جاي، هقف مكاني خلاص. يبقى انا التكاليف اللي انا تحملتها في العامين اللي مضوا، يعني خلينا نقول ان احنا تحملناها بدون جدوى. لكن الفكره كلها ان انا عندي برنامج اصلاح اقتصادي، انا انتهيت باكثر من ما يقرب 80% تقريبا من البرنامج، متبقي فيه تقريبا سنه. لا، الفكره كلها ان انا بعد السنه ديت خلاص انا هكون خلصت كل القرارات الاقتصاديه اللي احنا كان عندنا حتميه ان احنا ناخدها، ابتديت بشكل كبير جدا. خلينا برضه نقول على حاجه، يعني خلينا ننسى موضوع الصندوق خالص. انا دلوقتي في مصر بشوف هو الاقتصاد الكلي اتحسن ولا ما اتحسنش، هو في فعلا ثقه مستثمرين اجانب جت ولا ما جاتش، بغض النظر عن المراجعه وبغض النظر عن الصندوق بيقول ايه على الاقتصاد المصري. خليني انا اقيم نفسي، انا مش محتاج حتى حد يقيم. انا لما باجي ابص على مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا اتحسنت. خلينا نقول حتى ممكن يكون المواطن بيقول ايه، والله بس الفاتوره عاليه او السلعه دي سعرها زاد، بس هي الفكره كلها ان حضرتك ما زلت شغال في الشركه اللي انت فيها، في المصنع اللي انت فيه، لان المصنع ده كان واقف في 2011، احنا كان عندنا اكتر من 4-5 آلاف مصنع متعسر، وكانوا بيحصل تسريح للعمالة، مش هو ده اللي كان. لا، انت المصنع بتاعك موجود، عندك مشكلة ان الدخل ما بيكفكش، لكن مع الوقت هتبتدي الاسعار دي تقل، هنبتدي ننتج، عجلة الانتاج دي لما تتحرك وابتدي ان انا اصدر وابتدي افتح اسواق، هو دوت اللي هيخلي السلعة دي تيجي لحضرتك باسعار اقل من اللي هي موجودة فيها. وبرضه انا عاوز اقول للي بيشوفونا كلهم، ما حضرتك برضه ما تقدرش تعزل الاقتصاد المصري عن الوضع اللي موجود في المنطقه، ما تقدرش حضرتك تعزل الاقتصاد المصري عن حاله الركود الاقتصادي العالمي اللي بيمر بيها العالم كله، ولا هنلاقي صندوق النقد الدولي وهتلاقي حضرتك كريستين لاجارد رئيس الصندوق بتتكلم. بتستثني مصر من التباطؤ اللي في المنطقه والتباطؤ العالمي، لان احنا عملنا بشكل كبير جدا جهود ووتيره اصلاح كانت سريعه الفتره اللي فاتت، كنا بناخد مجموعه من القرارات الاقتصاديه السريعه اللي ادت بشكل كبير جدا ان يحصل تحسن ملحوظ. يعني احنا الخطوات اللي الدوله بتقوم بيها خطوات سريعه، احنا شغالين في ملف امني من جانب، والملف الامني ده بيؤثر على الاقتصاد، محدش يقدر ينكر كده، بجانب ان احنا عندنا ملف اقتصادي ابتدينا نتحرك في مشروعات قوميه، ابتدينا نتحرك في ان يبقى في جولات خارجيه علشان نكسب علاقات سياسيه واقتصاديه وتجاريه ما بيننا وبين عديد من الدول، ازاي ان انا بشكل كبير جدا بقى عندي شركاء موجودين. انا بشوف الصين ازاي بتستثمر في منطقه صناعيه، وبعد كده روسيا تيجي تستثمر اخرى في منطقه صناعيه برضه، وبعد كده اشوف هولندا بتتكلم معايا عن منطقه صناعيه، ازاي ان انا اشوف الصين دلوقتي كشريك تجاري بتعظم من حجم استثماراتها وحجم التبادل التجاري ما بيننا وما بينها، وازاي ان يبقى في مبادره بشكل كبير جدا للترويج للصادرات المصريه، ازاي ان انا ابتدي افتح اسواق مع افريقيا اللي احنا يعني كنا للاسف الشديد نسيناها، وابتديت ان انا ارجع العلاقات معاهم وارجع للكوميسا، وازاي ان انا افتح اسواق، وازاي ان يبقى في تبادل تجاري ما بيننا وما بينهم. كل دي خطوات احنا بنتحرك عليها مع كمان الاصلاحات الهيكليه. بالظبط، مع الاصلاحات الهيكليه اللي موجوده وموروثه بقى من اكتر من 60 سنة.
سنه انت عدى بالظبط. وانت عندك اشكاليات انت يعني احنا حتى لما بنيجي نبص على الموازنه ونيجي نبص على بند زي المصفوفات على سبيل المثال انت هتلاقي حضرتك ان في ثلاث بنود رئيسيه الدعم والاجور وخدمه الدين. طب انا خدمه الدين والاجور انا مش هقدر اتحرك عليهم، فالدعم هو دايما الملف اللي انا بقدر نسبيا اتحرك فيه. وانا كمان مش عاوز اقول ان احنا بنقلله، لا، هي الفكره كلها ان هو ترشيد واعاده توجيه. يعني بدل ما انا بدعم المواد البتروليه لا انا هاخد منها وادعم التعليم، هدعم الصحه، هو دوت اللي الدوله بتتحرك فيه. وعاوز اقول لحضرتك حتى يعني بمناسبه الحوار في هذا الجزئيه، احنا بشكل كبير جدا لا لسه الدوله بتدعم الوقود ولسه بتدعم المواد البتروليه ولسه بشكل كبير الدوله بتبذل جهود في هذا الشان. لكن هو ده اللي هيرجعنا للنقطه اللي احنا اتكلمنا فيها، هو الدعم ده بيصل للمستحقين ولا مش مستحقين؟ هل انا عندي قواعد البيانات اللي فعلا بشكل كبير تساعدني؟ عندي خدمه مميكنه؟ عندي شمول مالي؟ عندي اقتصاد غير نقدي؟ ما دي برضو عندي حكومه الكترونيه بالمعنى اللي احنا نطلبه. غير رسمي قد ايه؟ عندي اقتصاد غير رسمي 40% من الناتج المحلي الاجمالي، يعني الناتج المحلي الاجمالي لمصر في 18 19 5 تريليون جنيه تقريبا. عندي الاقتصاد غير رسمي انتاجه ما يقرب من 2 تريليون جنيه، يعني انا لو ضفتهم يبقى الناتج المحلي الاجمالي لمصر 7 تريليون جنيه، وضع مختلف تماما. وخلينا برضو في هذه الجزئيه، يمكن انا في حديث ليا من يومين كنت بتكلم على المبادره اللي احنا بنقوم بيها، ازاي ان انا اعفي الاقتصاد غير رسمي او العاملين في الاقتصاد غير رسمي لمده 5 سنين من الضرائب كحافز ان هم يبقوا موجودين. انا يمكن من وجهه نظري قلت ان ده مش كفايه، لسبب، لان العامل في الاقتصاد غير رسمي هو عافي نفسه من الضرائب العمر كله، فان انا اقول له والله ادخل معايا الاقتصاد الرسمي وهعافيه 5 سنين هو مش هيجي لي برضه. لكن انا محتاج ان افكر بشكل مختلف، بمعنى ان انا اقدم له قروض، ازاي ان هو يتوسع في المشروع بتاعه، ازاي ان انا اعالج له موضوع التراخيص اللي هي تبقى موجوده، ازاي ان انا اسوق له المنتج بتاعه ان هو يوجهه نحو التصدير، ازاي ان انا افتح له اسواق بالظبط. لكن انا لو بكلمه على جزئيه الضرايب انا ما قدمتلوش حافز، هو مدي لنفسه. يعني خلينا نعترف ان هو مدي لنفسه حافز ان هو عافي نفسه من الضرايب 5 سنين و10 سنين و100 سنه، وهيفضل برضه زي ما هو اقتصاد غير رسمي هو ما بيدفعش ضرايب. فانا لما اجي اقول له هعافيك لا هو مش هيجي لي، لكن انا محتاج افكر بشكل مختلف. انا هدي له القرض او اللي يقدر ان هو يتوسع بيه، هيديه فوايد، هيديه فوايد وهو هيدخل في المنظومه، وطالما هو بيكسب مش هيبقى عنده مشكله ان هو يسدد لي القرض. يعني خلينا برضه نتفق ان احنا مثلا لما نشوف دوله زي اثيوبيا على سبيل المثال، ممكن تكون الضرايب على الاستثمار حوالي 30%، هو المستثمر ما عندهوش مشكله لان هو بيكسب، فلما الدوله تاخد منه 30% ايه المشكله ما ياخد مني 30% طالما انا بكسب؟ هكسب كام في المقابل؟ بالظبط، هي الفكره كلها كده. يبقى الاقتصاد غير الرسمي دوت محتاج ان انا اقدم له حوافز نقديه بشكل كبير جدا. انا مش بقول ان الدوله يعني بترمي فلوسها، لا، الدوله بتدي قروض كده ولا كده، الفلوس دي ما انت مش شايفها. بالظبط، يبقى انا اتوسع بشكل كبير جدا واستغل المدخرات اللي عندي واقدر ان انا اوجه، وازاي ان انا اعظم من هذا المنتج. وكمان خلينا ناخد بقى جزء مرتبط بسلامه المواطن وصحه المواطن وامن المواطن، لان انا السلع دي انا ما بعرفش ان انا ايه الاجراءات اللي متوقع اتخاذها في الفتره اللي جايه. احنا عندنا مجموعه طبعا متعلقه ببرنامج الصحه الاقتصادي، لسه عندنا يمكن رفع بالنسبه لي او تقليل الدعم الخاص بالمحروقات ده الفتره اللي جايه، في ممكن يكون تعديل برضه بالنسبه لاسعار بعض الخدمات زي الكهرباء والميه، الدعم اللي بيتوجه عليهم هيتم يعني ترشيده بعض الشيء في سبيل توجيه هذا الدعم لقطاعات اكثر اهميه زي التعليم والصحه وللمستحق. دي خطوات الدولة ابتدت تتحرك عليها، وعندها طبعا ملف بتاع إدارة المشروعات والأصول غير المستغلة، ده ملف الدولة بتتحرك عليه بجانب الطروحات الحكومية اللي متوقع الفترة الجاية بإذن الله تبقى موجودة وتقدر إن هي إن شاء الله يعني تأتي بثمارها على سوق الأوراق المالية بإذن الله. تقول إيه لوزارة المالية في موضوع دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية؟ أتمنى بشكل كبير جدا إن احنا نفكر بشكل مختلف، ما يبقاش الفكرة كلها إن أنا بجبرهم إن هم يبقوا موجودين وإن أنا هعفيهم من الضرايب بس، لا، أنا أتمنى إن احنا بشكل كبير جدا نوجه لهم القروض، نوجه لهم المساعدات المادية اللي يقدر إن هو يندمج، وبعد كده فكرة الضرايب ديت إن هو يخش تحت المظلة الرسمية، ده في حد ذاته بالنسبة لي أكتر 100 مرة ومكسب 100 مرة عن الضرائب اللي ممكن علي الإدريسي مصر. الخبير الاقتصادي أسعدتنا بوجودك، شرف لي يا فندم وجودي معاك، شكرا جزيلا. في يوم الاحتفال احتفال فرنسا بفوزها بكاس العالم لكرة القدم، بنقدم تهانينا مرة تانية. بشكر حضراتكم وبكرة وبرنامجكم أسوأ وأحلى.